خلاص من طياره طياره ثانيه يا جدعان بتدمجني جامد. يلا 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 يا رب توقع. على السلامه يا لعيب. فلت والله ديلو. ازيك شباب؟ معاكم حلقة جديدة مع اسس يوبكي ورجعنا نلعب لعبة جي تي في ورجعنا لها تاني يا جدعان يا خبطان. والله انت جبت لي ستايل يا خبطان. ازيكم يا خباب؟ عاملين ايه؟ كلكم كويسين؟ بتكلم زي الكابتن. المهم يا جدعان النهارده باذن الله هنعمل مهمة مش عارف والله تبقى عاملة ازاي، بس خلينا مبدئيا نطلع ونغير الطقم ده عشان انا بصراحة بيني وبينكم باي باي يا حبيبي. احنا لسه ما خلصنا الفيديو. ايه يا عم انت على طول مستربب؟ طبعا يا جدعان هنروح سريع سريع، هنركب الطيارة وننطلق للمهمة. بس قبل ما ننطلق طبعا هنجيب حاجة جامدة جدا 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 يا ابو اللزريز. اقول لكم بعد ما نخلص المهمة يا جدعان هنركب بس الطيارة. طبعا ايه المهمة اللي هتعملها النهاردة يا ابو اللزريز؟ النهاردة يا جدعان المهمة بتاعتنا اللي احنا هنجيب ايه ده؟ طير يا حبيبي. يا جماعة انا اتحبست في الغواصة ولا ايه الكلام؟ بل انت ما ينفعش تطلع يا ابو اللزريز. يا عم انت هتحبسني جوه هنا. والله اركب العربية وانطلق. اطلع يا عم هتحبسنا. ممكن يا جدعان المهمه ما ينفعش اروح بيها بطياره. خلاص يا اخويا ننزل بالغواص. شفت بقى؟ يلا 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 بوستات بقى بوستات. يلا يا بص اوكي. لا يا جدعان في قلق في قلق، وبقول لك في سيريال نمبر وفي حاجات هروح ناخدها. اوكي في تحكمات هتكون موجوده في الحاجه هناك. ربنا يستر يا جدعان شكلنا هنتروق النهارده. وبيني وبينكم برضو العربيه هتساعدني طالما انت كده كده يا اخويا مش عايزني اروح بالطياره. والله ايه ريحتني. يلا يلا بسرعه دي عشان ولا الطريق. اطلع بقى. اوكي قربنا نوصل يا جدعان. ايوه بقى طريق جبلي بقى وحركات واكشن سمكه قرش بس في البحر. يلا يا جدعان شكل المهمه دي هتبقى نار 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 نار. يلا ابو لذيذ اضرب غطس واطلع الطلعه الصح. لا لا مش قوي كده مش الهبده الصح. وي ايوه. لا لا راحت فين؟ ايوه طياره. يلا يا اسطى بسم الله حلاوه الروح يا جدعان. المهم الحمد لله طلعنا بره على اليابسه. دلوقتي خلينا محضرين بقى الصواريخ وهننطلق للمهمه. والله يا جدعان ناسي خالص حوار البوستات. بص 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 يا خبطان الراجل اللي اثر عليا. ثواني يا زعيم. اوعى يا زعيم. ايوه يا ابو اللزليز احنا هنعمل قلق يا جدعان دي تبقى مهمه نار. استنى استنى طريق من هنا ولا من هنا؟ اوكي بقول انت عرفت للبيلدنج يا ابو اللزليز. اوكي يا جدعان في قلق ناحيه المنطقه اللي احنا هنروح لها. ثواني ثواني احنا ممكن ناخده بالقناص بدل ما نعمل قلق في المنطقه كلها. خلينا يا جدعان انزل الاول بس اشيك سريعا في واحد هنا تبع العصابه. القناص في كام واحد؟ اوه يا جماعه ايه الهبل ده وانا ازاي؟ القط بس كده ولا من شاف ولا من جديد يا جماعه. بس ادي القلب يلا في واحد اللي قلب تاني. تعال اطلع اطلع يلا ما تطلعليش ايديك طلع وشك فيس تو فيس يلا خليك مان. بص مخبي القلاسه ازاي. يا عيال اليوم لما كنت شفت يا جدعان. يلا يا جدعان تشجيعكم لابو لازاليز باللايكات يا جماعه. بص هخش دلوقتي هبص عليهم نوصل دلوقتي 60,000 لايك هتشوفوا البشه بتاعت ابو لازاليز. يلا مستنيكم يا جدعان. خلصت اللايك يلا ابو لازاليز انطلق على البشه الاسطوريه بقى. اصبروا بقى هنشيك تشيكه اخيره. ركبين عربيات تعالى يا حبيب اركب يا ابو اللزليز بسرعه بالصواريخ دي انا هظبطكم دلوقتي. اول صاروخ كده يا جدعان نستفتح بيهم. يلا يلا يا معلم ودع الملاعب باي باي. لسه الكهرباء جايه يا جدعان عشان تعرف بس اللايكات بتعمل ايه. يلا بقى الباشا الصح. يا جوب انا قاعد مريح انت اخويا عجبك القعده. هنخش المكتب يا جدعان. بصوا ما بتفهمش على طول نكسر الازاز ونخش على الاكشن ونخش على الحركات. يا اعوذ بالله ده المكتب يا جدعان هنا متنير خالص. سيرش ايه هندور في وسط الزحمه الشركه كلها بتتقلب. يا غدارين استنى استنى لا لا ما تستخباش ورا البتاع. اصل ابو اللزليز يا جدعان الازاز مصفح ولا ايه؟ انا ما اعرفش والله الشركه بتاعتي مصفحه وانا ما كنتش على علم. وصله يلا مع السلامه. يلا باي باي ودع الملاعب. يلا اللي بعده اضرب اخويا اضرب. اضرب كمان. في حد جاي من هنا؟ والله يا جدعان ممكن واحد يجي لي من هنا. اوكي عايزين نخلي بالنا من الاثنين السوس دول. يلا 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 الله عليك شيل. يلا مع السلامه. ديلو ابو لدريس
على السلامة حبيب قلبي. يلا اللي بعده يا جدعان. يلا نخش هنا كمان. هدي هدي هدي. في بوفي والله خضني يا جدعان. جالي منين ده؟ بقول لكم ايه، انا بفكر اغير البتاع. ممكن اجيب كاتم ملوش لازمة ولا خلينا بده بس كده. نمشي نمشي نمشي. تعال لا بتشتم ولا لا 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 اطلع لك رسالك دلوقتي. على السلامة. يلا على اللوب يا حبيب. لسه 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 في اتنين يا جدعان. هناخد كفر. اوكي اوكي شايفين. انت واخد كفر عند التلسكوب يا زكي. تيلو زكي يا زكي يا زكي. انت بعده مع السلامة حبيبي. تعال انت كمان. يلا هات الخزنة يا جدعان، ده فيها رز زي العنب. حلو رز زي العنب يا جدع. خلص. راح فين الفقري؟ ولا بس كده خلاص. الله يسهل لك. تمام يلا 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 خلصنا يا جدعان. خلينا دلوقتي نسرش. اوكي في هنا رقم محترم. نفتح البتاع اللي هنا. ايوه افتح يا ابو لذيذ. هنفتحه وبعد كده نشوف الكمبيوتر يا جدعان متقفله. اوكي خليني طيب اخش الكمبيوتر اظبطه عشان نعرف بس الباسورد. يلا 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 بسرعه 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 بسرعه. يا رب بس يبعتوا لنا عصابه تاني. يا لهوي يا جماعه الحاجات دي مش بحبها خالص. الارقام 4 7. فين 4 7؟ قدامنا حوالي دقيقه كمان. يا رب يا رب. ايوه 4 7 هي دي تقريبا. لا مشيت يا غير. لا يا رخمه. ايوه فتحت. مش عارف والله تقريبا يا جدعان فتحت. يا رب يا رب تكون. ايوه ظبطتها. يلا يا ابو اللذيذ. يلا يا ابو اللذيذ افتح. ايوه بقى ايوه ايوه هنجيب يا جدعان تطويرات اخيرا. يلا يلا خد 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 خد. يا حلاوتك جدعان ده هيجي ورانا. تيلا ابو اللذيذ. ايوه نخلص من الطياره. الطياره الثانيه يا جدعان بتدمجني جامد. يلا 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 يا رب توقع. على السلامة. يا لعيب. فلت والله. ديلو. عربيتي عربيتي فين؟ ايوه عربيتي فين؟ اركب 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 بسرعة بسرعة بسرعة. الحمد لله الحمد لله. في طيارتين كمان. لا 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 ما اتفقناش على كده كده يا بالي يا جدعان. بقول لكم ايه؟ انا هطير على الغواصة. اللي ايه؟ اللي حصلني كسرني. يا لهوي يا جدعان العربية سوبرمان بس يا جدع يا رخم. يلا يا ابو اللذيذ كمل كمل كمل. انا ان شاء الله متفائل متفائل باذن الله. يا لهوي انا متشائم يا جماعه. انا متشائم اللي بيحصل. العربيه مكمله والله اسطوريه. تير 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 تير. واحده بوست بقى. بص بص يلا يا بص بص. انا اعملها يا جدعان ولا ايه الكلام؟ يلا هو البحر. ايوه بس اتظبط يا اما حاجه ان شاء الله. بص دي وحشه مش حلوه خالص في حقك. اهم حاجه لا الطيارات جايبني يا جدعان. عايزين ناخد كفر تحت الكوبري. ناخد كفر وهي جرع. اوكي اوكي خلينا ناخد كفر. ناخد اكل شات اكل بسرعه. يلا 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 بسرعه بسرعه. ناخد البادي. اوكي اوكي خدنا البادي. ناخد ايه تاني؟ اكل 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 يا ابو اللذيذ. يلا 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 خدنا الاكل ظبطنا نفسنا. يلا وضعنا تمام زي الفل. يلا نمشي اللي بعده. الانطلاقه اللي بعدها ضحكنا على الطيارات جدعان. الخطوه الثانيه هنطير على البحر. يا رب كنت خلاص على وشك والله. ايوه ايوه يلا واحد اتنين ويييي. يلا يلا اقفل. ايوه وعملناها يا جدعان والله فيلم اكشن. خلي بقى الطيارات تلحقني. بوستات تحت الميه. الطيارات يا جدعان مش توصل. بوستات تبقى نادرا. لو جت حتى وصلت تبقى ضعيفه مش زي ما انتم متخيلين. محتاجين بس يقدروا يجيبوني بالبوازيك يا جماعه. غير كده احنا وضعنا ريلاكس. تقريبا الطيارات فقدوا الامل ان هم يقدروا يجيبونا. بذمتكم يا جدعان على الجنب ده ما يستاهلش اشتراك في القناه يا جماعه. والله احتراف والله احتراف. تغيب وتغيب وترجع اسطوري يا ابو اللجليد. استنى بقى المركب احسن بقى. شكلك منوب. المدخل فين يا جماعه؟ الغواصه الرخمه دي. بفكر اسيب العربيه حتى تحت يا جماعه لو ما كانش كده. يا جماعه بقى الطياره يا رخمه والله. انا نازل منك بقى تتقري فين على ايه؟ خليكي بقى مع نفسك عيش حياتك. اوصل انا بالسلامه. ما اعتقدش يا جدعان هيعمل لها يتعمل لها ديستروي لان هي بتقوم تحت قصدي بتقوم على وش الميه. يلا اطلع 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 بقى يا رب. خلص يا اخويا انت هتخش تحت تعوم لي يا مساهم. وصلنا بالسلامه. المهم نجحت يا جدعان. الف مبروك. اوه بس اتخرشمت ووصلت بالسلامه. اخيرا جبت التعديلات يا جدعان. طبعا بقى يبقى الخطوه الثانيه هنروح ونبدا نظبط الهدوم بتاعتنا. اوه كانت مهمه صعبه والله. بصوا يا جماعه اذا مين جات لي
اوكي سايمون. لا يا عم فكك مني يا عم، انت عايزني اجيب لك عربيات بس وقتك، خليها مره تانية يا جماعه. بص مبدئيا هنجيب بقى حاجه جامده. ايه يا ابو اللازريز؟ خلينا نشوف موجود هنا. لا مش موجود هنا يا جدعان، موجوده في قسم اليخوتب. يخوتب ايه يا ابو اللازريز؟ يا جماعه شايف اللي انا شايفه؟ خصم يا جماعه. واو يبقى ده بتاعنا النهارده فري. يلا زياده الخير خيرين يا جدعان، هنحطها في البي 4 بس كده. بس لو تبقى زي الغواصه دي والمركب وبتاع، كنت انا اجيب حاجات تانية بس ندي قدامي عرض تحفه فاخدناها لقطه. خلينا يا جدعان بقى نطلع وننطلق، وباذن الله هيكون الاتجاه بتاعنا التاني على تغيير الهدوم. بصوا يا جماعه في واحد صاحبي رخم دق عليا، تعالى يا ابو الدقديق عايز ايه يا عم؟ تعالى في الستور بتاعي. ماشي يا اخويا، قاعد يغلط فيا ومش عارف ايه وبتاع. لما تشوف انت عندك واو ميجا ميجا مول، هو فين هو ده؟ انا صاحبي ايه ده؟ ولا ده الموتوسيكل بتاعه؟ ده الموتوسيكل بتاعه يا جماعه. زي الفل، انا هشتغل عندك ديليفر ولا ايه؟ خدنا السكوتر الغريب ده يا جدعان، نعمل مهمه على السريع. يلا ليه لا؟ بيتصل بيا. انا الواتساب ماي هومي هومي دونت وير ماي سان. والله كده يعني كانت مهمه لذيذه غريبه عجيبه، ودينا عند المعرض. طب والله حلو، عملنا صفقتين جنب الصفقه الثانيه. حط يا عم، شايف المعرض عايزين الموتوسيكل الصغير ده؟ اتفضل يا معلم. كده المهمه خلصت. والله يعني اقول لكم ايه بس شكرا. خلينا يا جدعان نجرب بالمره حظنا، طالما احنا كده كده دخلنا في المعرض نشوف ايه الكلام. اعطونا كاشات. واو 200,000 كم؟ 25,000 شغالين ولا حق الطقم يا جدعان. خلينا نشوف بالمره بالمعرض الحاجات اللي معروضه، وبعد كده هروح نغير على التيشيرتات سريع سريع. يا جدع دي الاله ما بتعملش لايك ليها، تعالوا اخرى يا عم خش. اوكي دخلنا يا لا على الاله. لا 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 يا ابو العلي ده، لا لا يا جماعه ما اتفقناش على كده. والله فخمه فخمه العربيه ما شاء الله. يا رب يا رب نفوزها النهارده، تبقى طلقه عربيه باتمان يا جدعان. ايوه كده، العربيات التقيله دي اللي تكون موجوده في المعرض، مش حاطين عربيات نص كم تقول لي خد يا ابو اللزليز. يلا اوكي اوكي لف 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 لفه جامده يا جدعان. في الانجاز يا ابو اللزليز ينفع يلا يا مسهل، دي على وشكم يا جماعه. اوكي مش شرط عربيه بس حاجه حلوه، بس لو عربيه تبقى بجد. اوكي 7000 حلو 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 حلو. داخلين على 113 يا جدعان الحمد لله. بس مش عارف ليه شكل العربيه عامله زي التسلا يا جدعان، صح؟ الوش الامامي بس بعد كده بتقلب فراري، مش عارف ليه. يلا يلا خلينا نروح بسرعه نركب العربيه بتاعتنا، وبعد كده ننطلق على معرض المحلات اللي هناك ونغير الهدوم بتاعتنا ونظبطها. عايزكم بقى تكتبوا لي في التعليقات ايه الشياكه دي يا ابو اللزليز، ايه الشياكه والحركات والاكشن ده يا ابو اللجليك؟ طقم يا جدعان رهيب ما اقولكمش والله. حاجه يا سلام ما يعلاش عليها، بصوا من قدام حاجه زي العسل. اوكي ظبطنا الطقم بتاعنا، ظبطنا كل حاجه. يلا يا جدعان جاهزين؟ جاهزين زي ابو اللزليز ولا لسه مش جاهزين؟ يلا 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 نروح بقى يا جدعان. يا رب يا رب يكون كده وصل بالسلامه السلامه. الحمد لله على السلامه. اوه على الامن يا جدعان، احلى سيطره احلى تفتيش. اوكي ناخد بقى البتاع. يا سلام، بس ما تقوليش اللي هو كده عادي يا جدعان، اكيد في تطوير وحركات واكشن وشكله حلو. بس خلينا نشوف بس مكان التعديلات هنا. زي الفل يلا يلا يلا. طب المفروض تبقى حاجه جامده عادي ما تكسفنيش. طبعا يا جدعان احلى من كل ده لو ينفع الاثنين، فدي حلاوته مش واحد بس اللي يركبه. بس مفيش مستطر فيها ولا في رشاشات حتى. ممكن يا جدعان لو رحنا وعدينا يبقى فيها الحاجات دي. بصوا يا جدعان من قدام عامل ازاي، انا ماشي على سرعه كام؟ 44 50 بنزود 60 يا مسهل 66. قولوا يا جدعان بيوصل لل 70 بالعافيه. تمام يلا ارفع المتعدلات. بقول لك ايه، عايزك بص اطلع بيها عروسه. امريكال ابو اللزليز. يلا خلينا نشوف التعديلات يا جدعان عامله ازاي، نعمل بس التصليح. اوكي دروع وحركات بس تقريبا هنشوف ونقدر نقول خلصنا يا جدعان الحاجه. بس للاسف طلع ما فيهوش رشاش. انا فكرت والله في رشاش ولا في اي حاجه. طب بس مفيش يا جدعان، طبعا حطيت شنط وحركات واكشن. يعني بصوا بيني وبينكم العربيه بقت عروسه. نطلع بس الاول كده بالليل، بصوا مزهزقه ازاي ونشوف سرعتك. هتوصل معايا ل 66 بتاع بالعافيه. يلا يلا يا وحش، بصوا الكراكس. يلا يا وحش كتير. خلينا يا جدعان نشوف السرعه هتوصل لحد كام. اسوأ حاجه لازم ابص لغايه تحت. يلا
كتير. بص بص بص، 60، 70، 72، 77. لا لا هو يا جماعة. ايه دي اخر تفاجأة بص في العداد. ايه ده انت بصت كده خلاص، عشان كده حطينا فري، هم عارفين. يلا يا حبيبتي اتعدلي بقى، شيء اتعدل يا شيخه. نبدا التستات يا جدعان، ناس ولا استعجلنا شويه. معلش انزل يا كابتن، عشان احنا العربيه بتاعتنا مش عارفين نعدلها، فهنعدلها يا جدعان بالهبل ده. يلا بقى يا شيخه، ده انت وجعت قلبي والله. معلش يا كابتن، اركب بقى يا معلم. اتفرج على ايه يا علا؟ اتفرج على ايه يا علا؟ اوعى يا علا تاخدك والله علومي بقى. يا جدعان قاعد بيتفرجوا، احنا ناقصين وجع قلب. احنا عايزين نقول لك الكشافات يا جدعان، الكشافات باظ. يا لهوي على العربيه بصراحه، 0 من 10 يا جدعان. تقييم ليها بصراحه، انتوا قيموها في التعليقات، قولوا لي تاخد كام من 0 يا جماعه؟ 0 من 0. يا الله، عايزين بقى نجرب تستدد التحمل، حتى الفرن بتاعتها كروته اي حاجه مش حالك. انا شايف ان من اول بازوكه هتروح فيها، بس هنشوف مثلا الرشاش هتتحمل ولا لا. خلينا يا جدعان نجيب، ايوه ال 100. لا 30، ايه خلينا في 100. يلا يلا يلا، فين فين فين؟ ايوه 100. يلا باللازرين هنكمل يا جدعان. 100 طلع ولا هيفرقع؟ تعال انا ما كملش 50. ده انت بصراحه خساره فيك الفلوس والله، خساره فيك الفلوس. هات هات العربيه، هات العربيه، اخلع. الله يسهل لك، اخلع كده على جنب. تعالى يا جدعان هقف لحد هنا، فلو عجبكم الفيديو سنزل لايك، واتمنى انكم تشتركوا معايا في قناه لسه جداد معانا. ما تنسوش تقييماتكم من 0، واشوفكم مره جايه فيديو جديد مع اي سي تيوب جيمنج. يلا اسف يا جدعان على التحول، سلام.